بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مستر ياسر صديق في دروس اونلاين بلوك نوت. اعداد وتقديم مستر ياسر صديق. grade 9 second term الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني. grade 9 الصف الثالث الاعدادي second term Unit 10 Traveling for Work السفر أو الانتقال للعمل. بتكلم دلوقتي في Future Forms أشكال زمن المستقبل. زي ما حضرتك شايفين كده يوجد أربع طرق للتعبير عن المستقبل. يعني المستقبل يعني حاجة لسه هتحدث. المستقبل ده ممكن اعبر عنه بكذا طريقه. عندي كام طريقه في الترم الثاني في ثالثه اعدادي؟ عندي اربع طرق. واحد استخدام will والمصدر will بمعنى سوف. اتنين استخدام am is are going to وبعدها الفعل في المصدر. ثلاثه عندي am is are verb ing ده المضارع المستمر. اخر حاجه استخدام المضارع البسيط اللي هو present simple اللي هو الفعل مضاف الى s مع ال he وال she وال it لكن مع ال I وال we وال you they لازم احط الفعل فين؟ في المصدر. اولا استخدام will والمصدر. انا دلوقتي بقول لك ده زمن المستقبل باستخدام will. مستقبل will نستخدمها للتعبير عن التنبؤ والتوقع والوعد والقرار السريع والعمر او السن. مثال number one I think اعتقد I think it will rain tomorrow. ده prediction. Prediction تنبؤ. أعتقد لما تشوف كلمة think بدون دليل لازم حط will will إيه والمصدر. وفين الكلمة الدالة tomorrow. Number two. If you get high mark I will buy you a mobile. ده وعد promise. مع الوعد مع F لازم حط will will إيه والمصدر. Number three. There is no sugar. ده قرار سريع. I will buy some هشتري البعض بعض من السكر. ده quick decision قرار سريع. number 4 my brother will be 30 next year. ده future facts حقائق مستقبليه مع العمر او السن. لازم احط يا مستر معها will will ايه والمصدر. باختصار يا مستر كده مستقبل will بيجي معاك الكلمات دي. اوكي think يعتقد هو بيامل predict يتنبأ believe يؤمن او يظن promise يعني يوعد. تمام يا استاذ كده يبقى تاني يا مستر بلخص احنا اتكلمنا فيه. بقول لك دلوقتي زمن المستقبل بيتكون من ويل والايه والمصدر. بستخدم ويل لما انا دلوقتي بتنبأ عن حاجه او بتوقع او بوعد او قرار سريع او عمر او سن. تمام كده تمام. نقلب الصفحه. بيجي ده في الامتحان يا مستر ده write the following كتابه العباره. اوكي معلومه تساعدك على اجابه هذا السؤال. انا طبعا بقول لحضرتك دلوقتي ان بعد will بحط الفعل فين؟ في المصدر. اوكي لذلك يجب تحديد المصدر ووضع قبله ايه الفعل will. شوف المثال number 1 my uncle promises to buy me a new bike next week. يعني عمي او خالي بيوعدني انه يشتري لي ايه عجله جديده الاسبوع الجاي. انا ايه البنك قصيه عند will؟ انا قلت لسعادتك دلوقتي ان انت عندك will بحط بعدها الفعل فين؟ في المصدر. الفعل في المصدر هو buy يبقى لازم اشيل كل اللي قبلها. هبدا بايه ماي انكل وحطينا ويل وبعد ويل بحط الفعل فين في المصدر. ماي انكل ويل باي مي ا نيو بايك نيكست ويك. نمبر 2 اي هاف جاست ديسايدد انا قررت اوكي تسند ان ايميل تو علي. ايه المطلوب مني؟ ويل
انا بقول لحضرتك ان بعد اقول بحط الفعل فين في المصدر، فين الفعل في المصدر اهو، بحدد stand، يبقى اشيل كل الايه اللي قبلها، اشيل كل اللي قبلها. اوكي هتبقى ايه؟ I will send an email to Ali. Number 3. I expect، اتوقع ليلى to come first in the competition. عايز احط will، فهقول ايه هنا؟ فين ويل يا مستر؟ بعد ويل بحط الفعل في المصدر، فانا عندي هنا كم، فانا اشيل كل اللي قبلها. حضرتك عندك فاعل ولا فعلين؟ انا عندي فاعلين، عندك اي وليلى، فانا طبعا ايه هشيل اي اكسبكت اوكي واسيب ليلى، واقول هنا ايه ليلى ويل كم فيرست ان ذا كومبيتيشن. تمام، نقلب الصفحه. ثانيا مستقبل النيه والدليل اللي هو بيتكون من ايه ام از ار جوينج تو، تستخدم للتعبير عن حدوث شيء طبقا لدليل، وكذلك النيه لفعل شيء. There are a lot of dark clouds. يوجد الكثير من السحب الايه السوداء. اوكي معناها ان الدنيا هتمطر. It's going to rain. ده دليل. ايه الدليل اللي هو dark clouds؟ They have intention. لديهم النية. They are going to buy a car. اوكي ترى في كلمة intention يبقى لازم احط ايه؟ are going to. معلومة هامة جدا، اذا جاءت كلمة think مع وجود دليل فان الدليل هو الاقوى، لذلك نختار am is are going to. حضرتك عارف ان الام مع اي واللي شريت مع از والجمع كله مع ار وبعدها going to. There are a lot of clouds. ده دليل. يوجد الكثير من السحاب. ده دليل. I think يا مستر في think، ما لو في دليل وفي كلمة think يبقى الدليل هو الاقوى. I think it's going to rain. باختصار الكلمات الاتية اللي هي plan و intend و decide وكذلك intention او decision، دول بحط معهم ايه؟ am is are going to. طب بيجي ازاي في الامتحان؟ Number one. Rewrite the following sentences. Number one. She intends to buy a car next week. أنا عايز أحط في الجملة going to. حضرتك أنا قلت لك إن بعتوه بحط الفعل فين في المصدر. فين الفعل في المصدر؟ هو buy مكتوب بالأخضر. يبقى عشان أشيل كل اللي قبله وحط مكانها is going to. الحل. She's going to buy a car next week. إذن intends to بتساوي am is are going to. Number two. Ayman has decided to buy a car. حط going to. انا قلت لك ان بعده بحط الفعل في المصدر، يبقى ايمن از جوينج تو باي ا كار. اوكي واحط في الاخر ايه فول ستوب. ايه اللي عملته هنا؟ انا قلت لحضرتك دلوقتي جوينج تو بعدها الفعل في المصدر، فبحدد الفعل باي، اشيل كل اللي قبلها وانزل بالفعل هو ايمن، واحط من عندي از طالما في عندي هي او شوت، واحط جوينج تو اللي موجوده بين قوسين، وبعد كده ايه بعده احط الفعل في المصدر وبكمل كلمه اكار وفي الاخر فول ستوب. نمبر 3. I have planned، انا خططت to spend my holiday in Alexandria. حط going to. انا قلت لك تاني بعد سوب حط الفعل في المصدر، فين الفعل في المصدر؟ هو spend، فانا اشيل كل اللي ايه اللي قبل spend وابدا ب I، يبقى I am going to spend my holiday in Alexandria. المثال الاخير number 4. My intention، نيتي is to visit the pyramids. حط going to. انا قلت لك بعد سوب حط الفعل في المصدر، فين الفعل في المصدر؟ هو visit، هشيل كل اللي قبلها، بس انت عندك my يبقى لازم احط I، لو عندك his لازم احط هي، لو عندك هير لازم احط شي، لو عندك اور لازم احط وي، وهكذا. الحل I am going to visit the pyramids. نقلب الصفحة. ثالثا استخدام المضارع المستمر اللي هو مستقبل الترتيب. اوكي انا طبعا مستخدم مستقبل الترتيب هنا، الترتيب انت رتبت انك تعمل حاجة. اوكي فلازم استخدم am is are verb ing. نستخدم المضارع المستمر للتعبير عن الاشياء التي رتبنا ان نفعلها في المستقبل القريب. They are visiting Aswan tomorrow. ده it is arranged. حاجة طبعا مش هسافر كده تلقائي، لازم تكون حجزت ورتبت والكلام ده. They are playing football after two days. هم يلعبوا كورة بعد ايه؟ بعد يومين. لازم بقى ايه هم حددوا وحجزوا والكلام ده. They have arranged that. لقد رتبوا ذلك. طب بيجي ده في الامتحان. Number one. Rewrite the following sentences. Okay. They arranged to travel tomorrow. حضرتك هنا انت عندك traveling. ing. كل بعمله والله. انت عندك هنا traveling بس كلمة travel. فانا هشيل arrange to واشيل travel وحط مكانها ايه traveling، ولكن لازم احط من عندي am او is او are وبعدها ايه ing، يبقى they are traveling tomorrow. بتكلم في اخر حاجه، رابعا استخدام المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل. انا اقول ايه؟ بقول لك ده مستقبل الجداول الثابته والمواصلات. نستخدم المضارع البسيط اي المصدر بدون اضافات او المصدر المنهي باس بي اس مع باي اس مع الهي والشولت مع الأشياء التي ستحدث طبقا لدليل لجدول زمني مثل مواعيد ووسائل المواصلات والأفلام في السينما والامتحانات وجميع ما سبق. ده طبعا إيه؟ مواعيد ثابتة لا تتغير. بيجي إزاي؟ The train، وسيلة مواصلات، يبقى leaves. The train leaves، يغادر at 9 PM tomorrow. حتى في وجود الكلمة دلع tomorrow لا، ما هو ده معاد ثابت. The film، الفيلم starts at 12
12 as usual كالمعتاد. What time does your train arrive on Saturday? Does طبعا في المضارع البسيط بسأل ايه بدز بعد هي وشي والات. Your train يعني القطار. It اللي بالصفحة بتكلم مستر في اخر حاجة هو. Number 2, rewrite the following sentences على كتابة العبارة. Number 1, he has planned to spend the summer holiday in Alexandria. حط going to. تاني يا مستر حضرتك قلت لنا ان بعد تو بحط الفعل في المصدر، فالفعل في المصدر هو ايه؟ spend. فهشيل كل اللي قبله وهبدأ بهي. يبقى he is going to spend the summer holiday in Alexandria. Number 2, I am going to build a new house. كلمة intend يعني ينوي. اوكي فكل اللي هعمله هشيل ايه am going وحط مكانها intend بس. بس هتبقى ايه I intend to build a new house. Number 3, everything is arranged for holding our meeting tomorrow. كل شيء مرتب ان احنا نعقد اجتماعنا بكرة. حط we double capital. we capital حط double في الاول. we حط we في الاول. مفرد ولا جمع يا مستر؟ جمع. يبقى لازم احط ايه ده هنا في ترتيب، لازم احط am is are ing. we are holding our meeting tomorrow. عملت ايه يا مستر؟ انا شلت everything is arranged for وحطيت في الاول we اخذت are ايه وكملت الجملة زي ما هي. we are holding our meeting tomorrow. number 4, سلمى has just bought a train ticket to travel to Aswan. حط traveling ing. فانا ايه اللي بيساوي كلمة travel في الجملة؟ هي travel. فانا هعمل ايه؟ هشيل كل الايه اللي قبلها، هتبقى سلمى is traveling ايه to Aswan. احنا ايه قربنا خلص اهون. خدوا بالكم معايا. number 5, هبة has promised not to tell anyone about what happened. حط want. انا قلت لحضرتك دلوقتي ان want بعدها الفعل في المصدر. انا كل اللي هعمله هنا دلوقتي فين الفعل في المصدر؟ هو tell. فانا اشيل كل قبلها واسيب الفاعل بس. الفاعل عندي هبة، يبقى هبة want tell anyone about what happened. number 6, the train from Cairo to Port Said is at 8 a.m. هنا فين الفعل اللي عندي؟ هو is. انا كل اللي هعمله بس انا اشيل is وحط مكانها leaves بس. بس يبقى the train القطار from Cairo to Port Said leaves يغادر at 8 a.m. number 7, she has prepared her bag to travel to London. حط going. انا بقول لحضرتك دلوقتي ان ده going بيجي بعدها to ولازم احط قبلها am او are بمعنى سوف. هعمل ايه اما انا قلت لك ان هي going to بعدها الفعل في المصدر؟ الفعل في المصدر هو travel. هشيل كل اللي قبلك اللي قبلها وابدا بشيء. يبقى she is going to travel to London. اخر جملة واسهل جملة. اشرف arranged رتب to build a new house. حط building. اولا building بس كلمة build. انا كل اللي هعمله هشيل كل اللي قبلها وابدا باشرف بس احط من عندي is عشان مع الهي والشو لازم احط is. اوكي مع الهي والشو لازم احط is. باشرف is building a new house. تمام يا اساتذة، تحياتي لحضراتكم جميعا. انتهت الوحدة العاشرة مع وعد بلقاء ان شاء الله. دمتم بخير في أمان الله.